الخير مشاهدي برنامج صباح أنوى إلى نشرة جوية جديدة. الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد. حار على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة في شمال البلاد. وننتقل إلى سرعة الرياح حيث تصل في السواحل الشمالية الغربية إلى 18 عقدة في الساعة. ومتوسط الرطوبة يكون ما بين 60% للصغرى و85% للكبرى. وفي الوجه البحري والقاهرة تبلغ سرعة الرياح 13 عقدة في الساعة وتتراوح الرطوبة ما بين 25% للصغرى و75% للكبرى. وفي جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تصل سرعة الرياح إلى 13 عقدة في الساعة ومتوسط الرطوبة ما بين 15% للصغرى و30% للكبرى. ودعونا نذهب سريعا إلى بيان بدرجات حرارة محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 33 والصغرى 22 والجو صافي طوال اليوم. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 27 والصغرى 23 والأجواء غائمة جزئيا طوال اليوم. أما في بورسعيد تسجل الكبرى 27 والصغرى 24 والجو غائم جزئيا نهارا وليلا. وفي أسيوط تسجل الكبرى 33 والصغرى 21 والجو صافي طوال اليوم. أما في المنيا تسجل الكبرى 34 والصغرى 22 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 36 والصغرى 22 والأجواء حارة نهارا وصافية ليلا. أما في أسوان تسجل الكبرى 37 والصغرى 22 والجو حار نهارا وصافي ليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 37 والصغرى 24 والأجواء حارة نهارا وصافية ليلا. وأخيرا في حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 37 والصغرى 24. والآن مشاهدينا إلى أحوال الطقس في الدول العربية، حيث يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. فلنستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية ونبدأها بطرابلس، حيث تسجل الكبرى 28 والصغرى 20. وفي دمشق تسجل الكبرى 32 والصغرى 13. أما في الرياض تسجل الكبرى 37 والصغرى 21. وفي صنعاء تسجل الكبرى 27 والصغرى 14. وفي الجزائر تسجل الكبرى 24 والصغرى 19. أما في أبوظبي تسجل الكبرى 34 والصغرى 28. وبذلك تكون قد انتهت نشرتنا الجوية، وفي لقاء آخر من اللايف.